راديو نيل. بيقول لك بقى يا عزيزي المستمع، عندنا شوية حاجات كده ممكن نستغلها علشان نحقق التوازن ما بين الحياة الشخصية والحياة العملية. قلنا ان منهم اول حاجة لو انت لسه فتح الراديو دلوقتي، هو ان انت ترتب اولوياتك، واولوياتك دي معناها مش انك تشيل الحاجات الترفيهية من حياتك، لا، الترفيه برضو جزء من حياتك، فلازم يبقى ضمن اولوياتك. شايف السجع يا ستي؟ شايف السجع؟ طيب تاني حاجة ان انت تستخدم الابليكيشنز اللي تحجز منها مثلا للدكتور، الابليكيشنز اللي تسهل عليك الدنيا، تطلب منها اوردرز مثلا بالسوبر بدل ما تنزل السوبر ماركت، يعني سهلها على نفسك. الفيرتشوال اسيستنتس والحاجات دي كلها بتفيد جدا، هو اللي زي ما قال عليه بالظبط كده. تالت حاجة الاسترخاء، وده بيتمثل في ان انت مش تقعد على البحر تصرف فلوس كتير وتروح وتيجي وتسافر لا خالص، ان انت تقعد مع نفسك كده تسمع مزيكا، ان انت تقرا كتاب يفصلك عن الواقع تماما، لو في حاجه مضايقاك تقدر تنساها. عمرو هيخش بالرابعه. في حاجه بقى يعني دي مهمه جدا، ودي بجد بقى دي من تجربه شخصيه، يعني انا عايز اقولها لكم بجد. لما تعمل حاجه اعملها جدا، يعني لما تبقى في وقت الشغل ركز في شغلك جدا، واعمل اللي عليك جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت لما هتعمل اللي عليك جدا في الشغل هتلاقي ان انت بيئه العمل اللي حواليك مبسوطين منك جدا، فده هيديك احساس ان انت تمام، ان انت ناجح، ان انت شاطر، ان انت كويس. ده بجد والله. ده بالنسبه للشغل. لما تبقى وقتك لوحدك اعمل فيه برضو حاجات جامده جدا، يعني حاول ان انت لو وقتك مثلا فاضي 3 ساعات خلي منهم ساعة تمرين، وانت راجع من التمرين روح اعمل حاجة انت بتحبها، استمتع جدا بوقتك. حاول ان انت تروح لمنطقة الكلايماكس في كل حاجة بتعملها، يعني في الشغل اشتغل جدا وحافظ على بيئة عمل. وعايز اقولك برضو ما تشغلش نفسك في الشغل بالسوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا هتديك احساس بان انت الناس فرحانة وانا في الشغل، الناس خارجة وانا في الشغل، الناس مش عارف ايه وانا في الشغل، وده مش حقيقي، لان الناس دي كلها دلوقتي في اشغالها، بس انت شايف البوست اللي هو كان قاعد ونزله، فالموضوع كان كده مثلا. فدايما حاول تقفل موبايلك اصلا، قلل شويه السوشيال ميديا في حياتك، كمان ده هيخليك سعيد جدا وهيديك وقت اطول، لان انت لو مسكت الموبايل ودورت على السكرين تايم بتاعك هتلاقي ان انت بتقعد في الشغل، بتقعد على الموبايل ماسك الموبايل فاتح الابلكيشنز سواء كان فيسبوك انستغرام ايا كان ساعات، انت هتلاقي ان انت في عدد ساعات كبير، عدد الساعات دي كنت ممكن تعمل فيها صداقات، كنت ممكن تروح فيه تتمرن، كنت ممكن تنزل تجري في الشوارع، تروح تاكل اكله بتحبها، تعمل حاجه انت كان نفسك فيها في الوقت ده. فما تهريش وقتك وخلاص بانك انت تعمل اي حاجه وخلاص. ممكن اقول لك على حاجه أفضل. ودي بقى مش موجوده في الكلام العلمي، ما اللي انا قلته دي عن التجارب. دي عن تجربه شخصيه. لما تبقى متضايق قوي او حاسس ان انت مثلا مش عارف تعمل التوازن ده وحاسس ان الدنيا جايه عليك قوي، روح اقعد مع حد سنه كبير او طفل صغير بس لسه ما اتكلمش، لسه ما تعلمش الكلام. يعني لما تقعد مع ده وتقعد مع ده هتحس ان ده نوع من انواع الترفيه. دي حاجه سهله ومش مكلفه خالص، وبالعكس يعني حاجه اجتماعيه لطيفه جدا جدا. بس اول لو الطفل عايز تديه لمامته عادي، يعني ملناش دعوه بالموضوع ده، بس الطفل لذيذ نقعد معاه. حد سنه كبير صدقني هتخرج من القعده دي مبسوط ومرتاح، يحكي بتفرق لك عن زمان وعن الروقان بتاع زمان، فالموضوع برضو بيبقى لطيف. فاحنا قلنا لكم كلام العلم والتجارب الشخصيه. بس يبقى هو رايق. مين يبقى هو؟ شخص رايق. الشخص اللي هيقعد معايا يبقى شخص رايق، مش منفعل، عشان في ناس بتبقى منفعل يعني. طبعا الحياه فيها حاجات، عشان في ناس جت معينه في دماغي فعشان كده هي لا يعني ما في ناس تانية برضو جت في دماغهم، فيعني مش بسودها لا انا بس بقى ايه برشده بحطه على الطريق.